السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى مشاهدينا الكرام. اليوم عندنا تحدي تركيا، شكون اللي غيسالي التركية ديالو هو الاول. كما شفتوا عنا التواصل بحال بعضياتهم، المهم نفس القياس نفس العبارة عندهم، شكون اللي غيسالي الاول؟ واش جيهان ولا دينا ولا فرح؟ ودابا غيبداو، يلا واحد زوج ثلاثة طوب. اش كضحكوا؟ يلا بسرعة 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 بسرعة. أولي جيهان 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 جيهان، كل بسرعة بسرعة بسرعة. بسالتينا الأولى دينا دينا بسرعة. علي جيهان علي. ما تضحكوشي ما تضحكوشي مع الماكلة. يلا شكون اللي عايسالي الاول؟ الما بعدا باش في حالة شي حاجة يكون الما موجودين. يلا 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 جيهان دغيا دغيا سبق دينا، دينا سبقاك دغيا. فرح فرح يا دغيا دغيا دغيا. كيبان لي توصيل دينا هو اللي خاوي. دينا كذا كل بسرعة خارقة. جيهان ما تضحكش ما تضحكوش. يلا 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 علي جيهان علي فرح علي فرح علي فرح علي دينا 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 دينا. نعاونكم شكون نعاون؟ يا جيهان دغيا دغيا. برافو دينا، يلا كملوا نشوفوا فرح وجيهان شكون اللي غيسبق. يلا 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 فرح. ها هو اشرب. دينا عندك تموت. يلا فرح يلا يلا سبق جيهان. فرح 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 ولي فرح ولي فرح ولي فرح 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 فرح. جيهان جيهان يلا فرح فرح فرح. زربة فرح زرب. المهم لحد الآن دينا هي الرابحة بالمركز الأول، موراها شكون شكون؟ فرح ولا جيهان؟ جيهان كيبان لي خصها تربح.
كتجرب كتجرب دغيا فرح دغيا وعاون فرح الا عاونتيها معليش طبصي جيهان خاوي خاوي برافو جيهان يلا فرح يلا يلا فرح يلا فرح 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 يلا فرح يلا فرح يلا فرح برافو فرح برافو ما عندي ما نسالكم ساليتو ساليتو من الكبير مسطى نص صغيره مشيتو بالترتيب مهم في هذا التحدي هذا الرابحه كانت هي دينا ومن موراها جيهان وفي الحلقه الجايه ان شاء الله غنتعرفوا على الهديه اللي ربحات دينا المهم ماشي في هذه الحلقه هذه في الحلقه الجايه ان شاء الله يا ربي غنتعرفوا على الهديه اللي ربحات دينا ونتلاقوا ان شاء الله يا ربي في تحدي واحد اخر ويكون احسن من هذا وفرح للاسف هي اللي خسرت حيت هي الصغيره والدقيم عندها ستيتو يلا بسلامه يلا قولوا بسلامه مع السلامه فرح قول بسلامه فرح بقى كذا كون حضرت قول سلامه جيهان سلامه قول سلامه 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 يلا بسلامة نتلقوا إن شاء الله يا ربي في تحدي آخر ويكون حسن و...